نتحدث أكثر عن قطاع الطيران مع ضيفي في الاستوديو رئيس تنفيذي لشركة بيانات لأنظمة وخدمات المطارات الأستاذ جورج حنوش. شكرا لوجودك معنا أستاذ جورج. يعني أرقام ذكر التقرير يعني على الأقل بمئات ملايين الدولارات ك وفي توسعة وإنشاء مطارات جديدة برأيك، وليدة ماذا تحديدا وإلى متى قابلة للاستمرار؟ وهل هي استعراض لمهارات النمو أو نتيجة حاجة آنية ومستقبلية قادمة؟ تشهد المنطقة العربية وبلاد الخليج بصورة خاصة نموا كبيرا في المطارات، ويعود ذلك إلى عدة أسباب. أولا حداثة المطارات وتوفير كافة وسائل الراحة والأمان فيها. ثانيا الموقع الجغرافي المنطقة الذي يوجد بين ثلاث قارات منها آسيا التي لم ينقطع النمو فيها رغم الأزمة الاقتصادية الأخيرة. السبب الثالث هو سياسة التطوير الطيران الاقتصادي الذي شكل سوقا جديدة في المنطقة. ورابعا سياسة الأجواء المفتوحة التي ساهمت كثيرا في تطور المطارات. وأخيرا توفر شبكة من الفنادق ووسائل راحة ومجال السياحة الذي وفر لكثير من الناس القدوم إلى المنطقة، واعتبار المطارات وجهة مفضلة مطارات الخليج بشكل خاص. طب دكتور استاذ برايك هل هذا النمو في بعض مطارات المنطقه، لناخذ دبي على سبيل المثال، يعني اثبت لقطاع الطيران عالميا انه هذه المنطقه اصبحت حاجه واصبحت كما ذكرت هاب ميجر هاب للوصل ما بين الشرق والغرب، خاصه انه تتوفر فيها ليس فقط مطارات جيده انما تقنيات وخدمات إضافة للأمن وسلامة السفر، وهذا طبعا من ضمن اختصاصكم. طبعا لما بدأت دبي برؤيتها بالنسبة لتطوير المطار، عدد كثير من الناس سألوا هل يمكن التطور في المطارات أن يستمر، وأثبتت دبي وسائر دول الخليج أن الرؤية كانت صحيحة. فقد أولا تشكلت أسواق جديدة في المنطقة، منها السياحة الداخلية في المنطقة، منها سياحة الأعمال، منها أيضا تطور الطيران الاقتصادي الذي شجع الناس على السفر، بالإضافة إلى سياسة الأجواء المفتوحة، لأن منطقة الخليج منطقة أساسية تقع بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، ولقد فضل عدد من الناس توجه إلى الخليج بدلا من التوجه إلى أوروبا، لأن الخليج يعرض كافة مميزات مفضلة، منها مثلا وسائل الراحة في المطارات، منها وسائل الترفيه، الفنادق، الخدمة الممتازة، استخدام التكنولوجيات الحديثة لتوفير كافة وسائل الراحة والأمان، مما جعل المنطقة مميزة ونموها ينمو بشكل كبير. طب برأيك كم تطور وتوسع بعض مطارات المنطقة جاء على حساب مطارات عربية أخرى؟ يعني دبي إذا قررنا نقول بمطار بيروت اللي كان مطار دولي معروف في القرن الماضي، يعني قبل في سبعينيات وستينيات القرن الماضي، وكم جاء على حساب مطارات أوروبية أخرى، خاصة إنه هالمطارات نشأت توسعت يعني بخضم أيضا التطور التكنولوجي، سو كان عندهم win-win situation إنه وسعوا مطارات وبنوا مطارات واستخدموا أحدث التقنيات الموجودة، على عكس مطارات أوروبية أو أمريكية يعني أصبح وراء دهر من الخدمات وفي عندها طبعا تقنيات بس يمكن مشكلة إذا تطورها بنفس الوقت. إذا حللنا التطور المطارات نجد أن أحد الأسباب هو المنطقة بحد ذاتها، أولا توفر النمو الهائل في الاقتصاد وتمكين الناس من السفر بطريقة مستمرة ودائمة، خلق أسواق جديدة، وكذلك التطور الهائل الذي حدث في آسيا مما خلق أسواق جديدة. من أسباب هذا التطور أسباب تعود للمنطقة، ولكن أيضا عدد كبير من المسافرين أصبح يفضل أن يتوجه إلى الخليج بدل من أن يذهب إلى أوروبا لعدة أسباب، منها جودة شركات الطيران، جودة المطارات، توفر الوسائل الكافة في المنطقة للسياحة والخدمات التي تعرض عليها، وأيضا حداثة المطارات
وكون المسافر يجد متعة في مثلا مطار دبي أو مطار أبو ظبي، الأسواق الحرة، الخدمات، الطريقة التي يستقبل فيها المسافر، فكل هذه العوامل ساهمت في تطور كبير لمطارات المنطقة. يعني قبل ما أطرح سؤالي الأخير بس نتوقف سريعا مع انطلاقة التداولات في السوق المصرية، كما نرى الآن إذا انطلاقة على تراجع كبير لـ AGX 30 ب 1.9% تقريبا، مصر 70 متراجع بنقطة ونصف النقطة المئوية، ومصر 100 يتراجع بحوالي نقطة ونصف النقطة المئوية. سؤال أخير سيد جورج، هل بقدرة المنطقة الخليجية تحديدا الخليجية استيعاب المزيد من المطارات الجديدة أو التوسعات في مطارات قائمة، خاصة أنه البروكسيميتي المسافات ما بين مطار وآخر، ما بين بلد وآخر بين 45 دقيقة أو ساعة ونصف؟ يعني إذا منشوف دبي، أبو ظبي، الدوحة، البحرين، الكويت، حتى مع المملكة العربية السعودية، مسافات متقاربة جدا، كم النفرة النفطية الطفرة النفطية ستساعد في المزيد من التوسعات، وهل في خوف من أنه كمان العوامل الجيوسياسية تأثر على هذا النمو؟ برأيي سيستمر نمو المطارات، ولقد رصدت دول الخليج ميزانيات كبيرة، مثلا الميزانيات المرصودة حتى الآن 90 مليار دولار لتطوير المطارات، منها 29 مليار دولار قيد التنفيذ. ولقد سمعنا البارحة إعلان من دبي عن المشاريع التي ستنفذها مطارات دبي بمقدار 22 مليار درهم. باعتقادي أن هذا التطور سيستمر كما قلت لأسباب داخلية والخارجية ونمو المنطقة والازدهار الذي في المنطقة. ولكن هناك تحديات، ما في شك هناك تحديات، منها التحديات الأمنية، منها ندرة الخبرات المحلية. وأنا أدعو أصحاب القرار لتشجيع تدريب الجيل الصاعد على هذا المجال الحيوي لو الطيران، وكذلك المطارات الخضراء، لأن أوروبا الآن ستفرض ضرائب على الشركات التي تنطلق من المطارات التي لا تلتزم بمعايير التلوث. فهذا مجال جديد وهام بالنسبة للمطارات. نعم، شكرا لك من جديد أستاذ جورج حنوش، الرئيس التنفيذي لشركة بيانات لأنظمة وخدمات المطارات. إذا أعود وأذكر سريعا، انطلاقة سلبية لجميع المؤشرات المصرية، الآن خسائر AGX 30 تتخطى 2.25 النقطة المئوية. نعود إلى تفاصيل أكثر حول أرقام واتجاهات اليوم في السوق المصرية بعد هذا الفاصل.